ضمن الخطة المعلنة لي أو اللي أعلنها يعني أو بيزعمها مسألة مناطق المراقبة، يمكن حضرتك ذكرتها لي، مناطق مراقبة تركية في هذه المنطقة الأمنة، يعني ما الهدف من هذه المناطق إذا كان بالفعل يريد خلق منطقة تستوعب اللاجئين كما يقول يعني أو يزعم؟ ما هدف هذه المناطق للمراقبة؟ أردوغان يعني هو يجيد المراوغة في الاتفاقيات ويحاول بقدر الإمكان كسب مزيد من النفوذ في نحن نعلم هو طبعا عنده هاجس وهو الزعامة، بالإضافة إلى يعني الاستيلاء على الأرض والتدخلات في الشؤون الخارجية بالنسبة للدول، ولعل ذلك واضح بشكل جلي جدا في سوريا وفي العراق وفي أيضا منطقة البحر المتوسط. بالنسبة لنقاط المراقبة، هو من قبل يعني كان هناك جولة أولى وهي منطقة المراقبة الموجودة في محافظة إدلب، وخاصة في منطقة خفض التصعيد، عندما توصل مع الجانب الروسي على إنشاء منطقة لخفض التصعيد ما بين إدلب وما بين الجيش العربي السوري، وبالتالي وإنشاء بردك أيضا حوالي 12 نقطة مراقبة في محافظة إدلب في هذه المنطقة لمراقبة من يخل بهذه الشروط وهذه الاتفاقية. هو يحاول أن يعيد هذا السيناريو مرة أخرى في هذه المنطقة وهي المنطقة الآمنة بإنشاء 12 منطقة مراقبة جديدة في هذه المنطقة لكي يكون له موطأ قدم في هذه المنطقة. إذن هو يحاول بالإضافة إلى تغيير التركيبة السكانية والديموغرافية بالنسبة للمنطقة الآمنة التي تعتبر احتلال للأراضي العربية، يحاول يكون له وجود أيضا وجود يعني ويأخذ عليه شرعية كمان من المجتمع الدولي، حتى إذا قام يعني إرجاع اللاجئين مرة أخرى في هذه المنطقة سيكون له وجود وشرعية واحتلال يعني من وجهة نظره يعني شرعية في هذه الأمان. علشان أكون واضح مع حضرتك ومع السادة المشاهدين، أردوغان يريد أن يحدث منطقة جديدة، أقراد في الجنوب التركي، أقراد بعد المنطقة الآمنة، وأن يجعل العرب في هذه المنطقة اللي هي المنطقة الآمنة، وبالتالي فصل ما بين الجانب الكردي في تركيا والجانب الكردي في سوريا. طيب اسمح لي فقط يعني للتنويه، يعني ما هم الأكراد في هذه المنطقة؟ هم عرب أصلا، هم سوريين، هو أصلا يعني هو لا يريد تعريب هذه المنطقة كما يزعم، يعني البعض بيقول إنه أو أنصار يعني هذا العدوان يقول بأنه هو يريد تعريب هذه الأماكن وعودة اللاجئين مرة أخرى، ثم هذه الأماكن أصلا بها عرب يعني باختلاف أعراقهم وباختلاف سواء كانوا كرديين أيزيديين يعني أيا كان. أنا هوضح لحضرتك النقطة دي. يعني معظم اللاجئين السوريين الموجودون في تركيا هم من سوريا الغربية، المنطقة الغربية، وبالتالي عندما أنقل السوريين من المنطقة الغربية إلى هذه المنطقة وهي المنطقة الشرقية الشمال الشرقي، فهذا يحدث حالة من حالات الخلخلة بالنسبة للسكان والتركيبة السكانية. هذه من ناحية. من ناحية أخرى نجد أن الحرب في سوريا يعني منذ 8 سنوات عندنا أكثر من 6 مليون نازح، عندنا مشردين حوالي أكثر من 5 مليون مشرد. إذن العملية التركيبة السكانية تركيبة مختلطة يعني، وبالتالي عندما يتم تسكين هؤلاء هو بينقيهم على الفرازة يعني. صحيح. بمعنى صحيح. يعني ولعل أكبر دليل على ذلك أن مثلا على سبيل المثال هناك عملية استبعاد الآن بالنسبة للمدن التركية للمواطنين السوريين ووضعهم في الملاجئ ووضعهم في المخيمات، ولعل أكبر دليل على ذلك تم تهجير حوالي 40,000 سوري من إسطنبول لوحدها يعني وعودتهم إلى المخيمات مرة أخرى لوضعهم في هذه المنطقة وهي المنطقة الآمنة. إذن هو يحاول بقدر الإمكان أن يأتي باللاجئين الذين يتوافقون مع مصالحه وتحقيق أجندته. هذه من ناحية. من ناحية أخرى دعيني برضك أوضح لحضرتك والسادة المشاهدين، هو الهدف من العملية العسكرية الموجودة في سوريا الآن هو محاولة تخليص حوالي 12,000 مقاتل من تنظيم داعش الإرهابي، وبالتالي إعادة توزيعهم مرة أخرى، ولعل يعني وسائل الإعلام يعني السوشيال ميديا أكدت، كل الدول الأوروبية وكل التقارير الدولية بتشير إلى مسألة
رغبته في تحرير هؤلاء الإرهابيين؟ يعني أنا أعتقد إن هو مش رغبته لوحده، أعتقد أن بعض الدول الكبرى تريد تصدير المشكلات وتصدير مثل هذه النوعيات إلى مناطق أخرى، ولعلها على سبيل المثال في الجانب الليبي وفي منطقة شمال أفريقيا لتحقيق مصالح لهم. مصالح طبعا. طيب.